مساء الخير يا فندم، مع حضرتك صادق علام من برنامج جيران من دهب. هل يخفى الخمر؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. الله، العاديه ايه كلام ايه؟ هديتي وباب ايه؟ التلفزيون عندنا يا ابو سعيد زغرافي يا ابو سعيد لو تعرفي. فول فول يعني، ولا الجحش بزمانه قبل ما يكبر وبقى حمار. خليت الناس تجيب سيره بميه امك. طيب اجيب والدي ووالدتي والله يعني نسيت الكلام. واحنا في الدقي إيه؟ سفر ده ولا مش سفر؟ ابو عالي، ابو عالي حبيبي، ايه اللي انا ايه اللي انا قريب على الشغل ركبك هيطلع ثلاث عيوب. معلش ده خلاص. طب انت ما لكش حاجه تروح تعملها؟ بارك الله فيك يا ابن ابي شفلحه. كل سنه وانت طيبه يا قمر. حد عمرك بالفوائد يا ولا ولا استنى يا النهارده بقى يا ام سعيد هتاكلي فول على اصوله. امال ايه؟ حاجه يعني ايه نقاوه كده، حاجه زي بتاعه الجحش كده في زمانه. مال طحينه بقى وزيت و بفكر احط لكم زيت حار عشان بكره تشحروا وانتوا صايمين. بس هتاكلوا صوابعكم وراها. ايه ده؟ انت عازمه حد على السحور يا ام سعيد؟ مش انا قلت 100 مره ما حدش لا يدخل ولا يخرج بعد التراويح؟ والله يا اخويا ولا اللي يدعو. طب بقفلها عليك انت العيال وانا هروح اشوف مين اللي على الباب. طيب طيب انا جاي اهو حصير يعني جاك خابط في معاميعك. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك صادق علام من برنامج جيران من دهب. وهل يخفى القمر؟ ده انتوا شرفتونا. يا نهار ابيض على البني ادمين. اهلا وسهلا، اهلا اهلا. اتفضل 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 اتفضل. يا نهار ابيض، ده المنطقه نورت كلها حضرتك. احنا اسفين لو كنا جينا في وقت غير مناسب او عملنا ازعاج لحضراتكم. ازعاج؟ لا ازعاج ايه ده، ولا ازعاج يونس. اتفضل 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 اتفضل. ونورت المنطقه كلها بجد حقيقي يعني. يا ام سعيد، التلفزيون عندنا يا ام سعيد زغرافي يا ام سعيد لو تعرفي. يا اهلا يا اهلا. انتوا بتصوروا صح؟ ما تكذبش عليا، كاميرا شغاله انا شايف. بنصور. هو سعداء جدا بالحماس والمقابله الجميله بتاعت حضرتك دي. رمضان كريم عليك يا رب وعلى جميع مشاهدين البرنامج. اهلا وسهلا بيك وبالبرنامج وبالساده المشاهدين. اهلا يا اهلا اهلا. شعري نايم كده ولا؟ طقم شاي بسرعه يا ام سعيد. يلا عشان الضيوف. لا لا، شاي ايه؟ شاي ما يصحش الشاي. هاتي عصير في الكوبايات الكبيره. بسرعه. واد يا سعيد، ساعد امك يا واد الصينيه بحالها. ها سعيد، هات السحور بقى كله بقى. وهتلاقي الفول عندك جاهز، انا خلصته بس ناقص ترش عليه شويه ملح. ها هاتوا هاتوا عشان ضيوفنا، عشان ضيوف المنطقه كلها، التلفزيون. نورتونا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. مالوش لزوم ابو سعيد تتعب نفسك ولا حاجه، احنا بس احنا متسحرين وشاربين عصير وشاي وكل حاجه تمام. يا ريت بس تخلينا نبدا الحلقه علشان نخلص ونسيبكم تتسحروا ابو سعيد ولا ايه؟ طبعا لا مؤاخذه، اصل انا اول مره اطلع في التلفزيون فسامحني يعني. هو بس لو ما يضايقكش، انا اسمي ابو احمد. ابو احمد؟ امال سامع كل شويه بتنادي يا ام سعيد يا ام سعيد. اصل سعيد ما جابش الامتياز السنه دي. وكمان قول يا ابو احمد، انا اسمي ابو احمد لحد ما الواد سعيد يجيب الامتياز. ماشي يا ابو احمد.
خلينا نبدأ حلقتنا بقى. حضرتك عارف الأسئلة بتاعت البرنامج؟ آه طبعاً حافظ الأسئلة كلها. يا نهار أبيض، والأسئلة بتاعتكم دي أسهل من السهولة بالنسبة لي. حكسة بالجنيه الدهب، يعني حكسة بالجنيه الدهب بعون الله. طيب السؤال الأول اتفضل. تقدر تقول لي أسماء خمسة من جيرانك وبيشتغلوا إيه؟ خمسة بس؟ ده أنا أقول لك 50 60 70 80. لا لا كفاية خمسة، إحنا بس محتاجين خمسة فقط تجاوب عليهم وتكسب الجنيه الذهب على طول. أوي 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 أوي. اتفضل. ماشي كلامك. الأستاذ عمر اللي فوقينا على طول، مدرس إنجليزي درجة أولى، أشطر مدرس في المنطقة كلها، ربنا يخلي له عياله محمود وآية ويشفيله مراته. يا عيني مراته عندها الشعب الهوائية، أصلها تقريبا كان في يوم برد كده وهي خارجة من الحمام واخدة دش سخن وشعابها هوائية بقى، فقامت يا أبو أحمد. يا أبو أحمد بدون الخوض في تفاصيل الهوائية. إحنا بس تقول لنا الخمسة وبيشتغلوا إيه بس، بدون علشان وقت البرنامج ونلحق نخلص. ما تأخذنيش ما تأخذنيش، أنا حقك عليا، أصلا أنا أول مرة أطلع في التلفزيون. قدامنا بقى الحاج عبد الباقي الله يديله الصحة، تاجر قماش ويعرف ربنا، يعرف ربنا، ما بيغليش في السعر أبدا ولا يغش، عشان كده ربنا فتح عليه، وقام فتح ثلاث محلات تانيين ما شاء الله، واحد منهم واخد نصيتين، كل نصية فيها باب ضرفتين، تلاقي الضرفتين يا أبو أحمد. يعني حاول تساعدنا بس، السؤال الإجابة على قد السؤال بدون الخوض في تفاصيل، علشان بس وقت البرنامج وكمان نسيبك تتسحر براحتك انت والعيال. معلش يا استاذ سامحني، انا اصلي اول مره اطلع في التلفزيون، ما تاخذنيش. شعري نايم ولا الاخ اللي ماسك الكاميرا؟ الكاميرا شعري نايم. ابو احمد خش في الموضوع. هخش. معلش يا استاذ سامحني، ما انا اول مره اطلع في التلفزيون. ولا يهمك. الدور الخامس بقى فيه الست الدكتور عبير ام البشمهندس عمرو، دكتور السنان وعندها عياده على اعلى مستوى في الشارع اللي ورانا لو محتاج تحش ولا حاجه. العماره اللي تحتها سوبر ماركت وحلاق، بس ما تحلقش عنده عشان غشيم وايده تقيله. تمام يا ابو احمد، احنا كده هنعتبرك جاوبت على السؤال وقلت على الخمس اشخاص، احنا هنعتبرك قلت على الخمس اشخاص. انا قلت بس هم انت حضرتك قلت على ثلاثه، هنعتبرك قلت على الخمسه. ثلاثه. طيب فاضل كمان سؤال علشان تفوز بالجنيه الذهب. تقدر تقول لنا صفه مميزه موجوده عند احد جيرانك واحنا هنسال ونعرف هي صح ولا غلط؟ يا سيدي الاستاذ احنا اخوات وحبايب. يعني ايه اقول لك حاجه عليهم تسالهم صح ولا غلط؟ اكيد صح. احنا اساسا زي ما تقول كده عيله واحده، وكتاب مفتوح على بعض، امال، وعلى الحلوه والمره على طول، ده حتى في مره يا ابو احمد البت مره يا بنت الراجل الصعيدي اللي في دور الارض. يا عم الله يخليكم لبعض، ممكن تخش في الموضوع وتجاوب على السؤال على طول علشان تكسب ولا مش عايز تكسب؟ لا ازاي، عاوز اكسب طبعا، وحد يكره المكسب. طب اتفضل جاوب على السؤال. هو كان ايه السؤال؟ صفة مميزة. لقيتها. المعلم سلامة اللي في السادس ده أبو الكرم. راجل خير وعلى الدنيا كلها. أمال إيه؟ لو سألت أي حد في المنطقة مين أبو الكرم هيقول لك المعلم سلامة، هو مغمض واحتمال وهو قافل بقه كمان. حلو، يعني المعلم سلامة مشهور بالكرم. لا يا أستاذ، ايه ده، الناس الغلابه اللي في المنطقه كلهم كرمه، امال ايه، انما المعلم سلامه هو ابو الكرم نفسه، ده الفرق يعني. طب اقول لك على حاجه، قول. ال 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 المعلم سلامه كان معايا دلوقتي في مشوار، كنا رايحين نجيب كنافه العيال نفسهم فيها، واحنا واقفين كده لقيت الدنيا زحمه، وانا اصلي بتخنق من الزحمه الصراحه يعني، فقمت سايب الطابور وقلت له معلش يا عم معلم سلامه انا ماشي، انا هروح وابقى اجيب الكنافه بكره بقى. وبعدين عمل ايه المعلم سلامه؟ لا هو لسه ما عملش، بس انا متاكد انه هيشتري لي الكنافه ويبعتها لي بكره مع عيل من عياله ان شاء الله، ابو الكرم. ايه يا استاذ؟
وانت قاعد هنا وسايب المخرج بره، ايه يكمنه مخرج يبقى خارج البيت؟ ينفع كده؟ مخرج ايه يا استاذ اللي انا سايبه بره؟ احنا مفيش حد معانا تاني. يعني حد تاني غيركم؟ خير اللهم اجعله خير. قط قط ايه؟ تعالى. ايوه حاضر جاي اهو. ايه الراجل ده؟ راجل غريب، انا عمري ما شفت حد زي كده قبل كده بصراحه. استغفر الله العظيم، يا رب يا رب عدي الحلقه دي على خير. شفت يا استاذ، مش قلت لك المعلم سلام ابو الكرم كله اهو جاب الكنافه، جاب لي كنافه معاه وخلى ام سمير كمان تعملها وتظبطها ويبعتها مع عيل من العيال وكتر خيره. مش قلت لك ابو الكرم؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ الحمد لله على سلامه الكنافه. الله يسلمك. الف الف مبروك، انت كسبت معانا الجنيه الذهب. الف مبروك يا ابو احمد. السلام عليكم. لا تعالى حضنك الهوي. صح. يلا يا ابني. لا تعال راح فين؟ ما فيش جنيه ذهب تاني؟ أعزائي المشاهدين، احنا النهاردة في بيت أبو أحمد علشان يجاوب على أسئلة البرنامج ويكسب الجائزة بتاعتنا. أهلا بيك يا أبو أحمد. أهلا سعادة الباشا. قط يا ابني، واقف يا ابني تصوير. في إيه يا حاج؟ هو أنا جايلك من المباحث؟ ما تفرد وشك كده شوية معانا الله يخليك عشان نخلص. حاضر. أهو فردناه. خنجز بقى عشان قبل الكرام ما تقطع وقبل السحور ما يروح علينا وكمان. دور يا ابني. احنا النهارده في بيت ابو احمد علشان يجاوب على اسئله البرنامج ويكسب الجائزه بتاعتنا. اهلا بيك يا ابو احمد. اهلا. صبرنا يا رب. احنا هنسالك سؤال بسيط وان شاء الله لو جاوبت عليه تكسب معنا جائزه البرنامج. تقدر تقول لنا بس اسماء السكان اللي ساكنين مع حضرتك في العماره؟ يعني ممكن ثلاثة منهم بس. اكيد بخير يا استاذ. ما اعرفش حد، انا لسه ناقل جديد في المنطقه هنا. هو بس الراجل اللي قصادنا ده راجل طويل وعريض وكشري كده اعوذ بالله. والراجل بقى اللي هو رئيس اتحاد الملاك ازعه وخدوده كبيره كده وتحس انه نافخها. ودايما بيبص فوق ما تفهمش ليه. وفاكر نفسه طبيب الفلاسفه وهو حمار اساسا. قط يا ابني، في يا استاذ؟ حضرتك اتكلم بدون تجريح، مش لازم تغلط في الناس. هو فعلا حمار يا استاذ. كفايه حضرتك تقول انا لسه ناقل جديد في المنطقه ومعرفش حد من السكان وخلاص، واحنا هنسالك سؤال تاني تجاوب عليه. مع انه حمار. صبرنا يا رب. خلاص. طيب اتفضل. دور يا ابني وانجز عشان السحور وعشان قبل كلام ما تقطعون. استغفر الله العظيم. طيب حضرتك يعني بقالك قد ايه في المنطقه؟ حضرتك انا ناقل جديد هنا في المنطقه بقالي 5 سنين بس، ما اعرفش حد يعني. 5 سنين؟ قط يا ابني ويلا بينا من هنا، مش ناقصه حرق الدم. يلا فين؟ يلا على فين؟ طب عظيم يمين ما حد خارج من هنا الا لما اخد الجايزه. اهدى يا ابو احمد بس. ايه يا عم خد الجايزه؟ ايه يا عم خلينا نخلص. ايه دي سكر؟ ايه ده؟ ده سكر؟ ده سكر. ايوه سكر. امال فين جنيه الذهب؟ جنيه ذهب ايه؟ هو انا عفريت المصباح؟ طب هات كل السكر اللي معاك. يا عم صاحبك بتاع اتحاد الملاك القصير الاوزع ده قلبنا في كل الاكياس اللي معانا وقعد يقول لي ده مش عشاني. ده عشانها ده هي. ده مش باسمي، ده باسمها هي. ما انت رخم زيه على فكره. طب هات البتاع ده كمان. اوعى. عاجبك كده؟ اهي الكهرباء قطعت والنور راح عشان وشك ودخلتك الحلوه. يلا خد اراضيشك دول وغور من هنا. لا يلا وغور من هنا. يلا يا ابني. جزمه you
اللهم اني صائم.